في ساحة الاحتفالات كانت هذه المرة الاعتصامات التي على ما يبدو أنها بدأت تزحف أكثر. المطالبات ذاتها سيما أن تحقيقها في ظل تمسك سياسي محاصصاتي بدأ أمرا صعبا. صخب الأمس قد يستمر، فالقادمون من بقاع مختلفة وضعوا نصب أعينهم حكومة عابرة للمسميات والمكونات. اتخذوا من ساحة الاحتفالات منبرا لمطالباتهم الإصلاحية ويترقبون النتائج. مطالبنا ليس مطالب فردية، أنا رجال موظف وراتبي مليون وما محتاج، ومن أهل الناصرية وصار لي يومين نايم على التبليط، يشهد الله ورسوله طلعت من أجل الشعب العراقي. احنا نريد حكومة تكنقراط، حكومة يعني تمثل الشعب، تمثل البلد، تخدم البلد، تنهض بهذا البلد اللي انتهى حقيقة. يعني هم حتى الآن يعني صار خلل بجبهات بسبب المحاصصة وبسبب الطائفية اللي ذول الحزبيين يمتلكون. احنا موجودين بالخضراء، من لم نترك الخضراء، ابد ما نترك الخضراء، خلي يعرفون احنا هنا هذا مكاننا، فراشاتنا ومكاننا هذا. مطالبات اصلاحية تخللها هزة غاضبة عصفت بالبنية السياسية وترجمت بافعال مستعجلة من قبل بعض المندفعين. اولئك صبوا جم غضبهم على من تلقفتهم أياديهم من برلمانيين وضعهم سوء الحظ أمام هذا الهيجان الشعبي لطبقات فقيرة لا تنفك عن مناداتها بوجوب الإصلاح وفرضه، حتى لو بمنطق التظاهر والاعتصام بمقر السلطة التشريعية والتي كانت وجهة المتظاهرين بعدما يأسوا من جني الثمار في الأيام الماضية. كل أطياف الشعب العراقي موجودة بهاي الإصلاحات، نحن نطالب كشعب عراقي بإصلاحات جذرية، لكن البعض من النواب ورؤساء الكتل يعني يردون يسوفون هذه المطالب. ونحن ننتظر الإصلاح نحو التقدم للبلاد بالخدمات والأمن والاقتصاد، وإن شاء الله ماضيين بهذه الثورة لحد نهاية المطاف، تحقيق المطالب الشعبية إن شاء الله. وتيرة تصاعد الأحداث تسجل أرقاما مرتفعة، فيما يعول على عقلاء السياسة علهم ينشغلون قليلا بمطالب المتظاهرين وينفذوها، راكنين مبدأ المحاصصة والتقسيم بعيدا عن حالة الاضطراب القائمة. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد.